صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا. طبعا قافلة يوم جديد صبحنا عليهم منذ الصباح الباكر، موجودين بالبحر الميت، أطلعونا هيك على مشاهد بتاخذ العائل. هم موجودين هناك عشان كمان يزودونا بالمشاهد الرائعة، ولكن بالإضافة إلى ذلك رح يحكونا عن مؤتمر كتير مهم خاص بالبيئة. احنا بنعرف الآونة الأخيرة في اهتمام كتير بالبيئة، لأنه بصراحة تلوث البيئة ممكن يأثر علينا احنا شخصيا، وممكن يأثر على الأجيال القادمة، من الاحتباس الحراري بأثر على المناخ، التلوث اللي ممكن أنه يأثر على صحتنا، تفاصيل كتير مهمة ورح نعرفها من خلال أيضا أحمد أبو حماد اللي رح يحكي لنا عن المؤتمر العربي اللي هلأ حاليا يقام بالبحر الميت لبحث شؤون البيئة. إن شاء الله بنقدر نوصل لحل، وإحنا كمواطنين نقدر كمان نساهم بالحفاظ على بيئتنا وهيك الأماكن اللي منعيش فيها. صباح الخير من جديد أحمد. نعم ألكسندرا، صباح الخير، وصباح الخير لكل مشاهدينا مستمرين معكم في تغطيتنا المباشرة للدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون البيئية، واللي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت لمناقشة الملفات والقضايا البيئية والتركيز على أهمية تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية والدولية لإدارة النفايات الصلبة وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا حاربت والمحافظة على كل الأمور البيئية. راح يكون معنا الآن الدكتور طبعا مشاهدينا الدكتور جمال الدين جاب الله، وهو الوزير المفوض وممثل جامعة الدول العربية في هذه الدورة. دكتور صباحك سعيد، حابين تحكي لنا عن أهم البنود اللي راح يتم مناقشتها في هذه الدورة. شكرا جزيلا. في البداية أولا نتوجه بالشكر نيابة عن جميع المشاركين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافتها فعاليات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب. وكما تعلمون تعقد هذه الدورة لمناقشة بند واحد، وهو التحضير للجمعية العامة البيئية المقرر عقدها في شهر مارس آذار بنيروبي. وطبعا الجمعية العامة لها عدة مواضيع، فاحنا تعرضنا إلى هذه المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية بحيث نناقشها ونتخذ موقف عربي موحد بشأنها. استعرضنا أن المجموعة العربية ستقدم مشروعي قرارين في الجانب الفني يخص بالهدر الغذاء وكذلك النفايات في المناطق الحارة. هذا الموضوعين سنتقدم بهم إن شاء الله إلى الجمعية العامة كمساهمة من المجموعة العربية في دعم المشاريع البيئية الدولية، وكذلك لكي نكون جزء من التفاعل مع المجتمع الدولي. هناك قضية متابعة قرار مجلس الحاكم اللي يخص فلسطين، واحنا ان شاء الله حنتابعوا هذا الموضوع مع البرنامج الامم المتحده للبيئه، وكذلك ما قامت به البعثه في اول رحله استكشافيه لها الى الاراضي الفلسطينيه والدوله، وكذلك الى سلطه الاحتلال. النقطه الاخرى كذلك تطرقنا لها هو استعرضنا البيان الوزاري الذي سيصدر عن الجمعيه العامه، ولنا ملاحظات عليه وما اخذ، وسيتم إرسال ملاحظات المجموعة العربية لإدخالها والتفاوض بشأنها. طرقنا كذلك إلى مسار العهد الدولي للبيئة، وهذا كما تعلمون اقتراح من الجمهورية الفرنسية، والآن صار فيه ورقة أمامنا للتحديث عن الفجوات والثغرات في المنظومة البيئية الدولية، وسيبدأ التفاوض. احنا استبقنا هذا الامر ان شاء الله حنشكلوا فريق عربي للمفاوضين العرب من وزارة الخارجيه والبيئه للتفاوض باسم المجموعه العربيه، وكذلك سندعم الفريق بقانونيين. ونفس الشيء بالنسبه للجمعيه، حنكونوا فريق وفي تواصل ما بين المندوبيات العربيه في نيويورك ونيروبي.
نعم، شكرا لك وصباحك سعيد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. طبعا مشاهدينا مستمرين معكم، راح يكون معنا سعادة المدير الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة سيد سامي دماسي. الله يصبحك بالخير، بس خليك معنا على الكاميرا. سيدي، نحكي عن أهم المحاور راح يتم مناقشتها في المؤتمر وأيضا أو في هذه الدورة الاستثنائية، وأهم مضامينها وأن النتائج المرجوة المتوقعة من هذه الدورة. نحن أول شيء صباح الخير، مثل أخي وصديقي الدكتور جبلة بشكر المملكة الهاشمية لاستضافتنا. نحن بالمبدأ كالبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشكل جزء من الأمان العامة لمعالي الوزراء العرب بالجامعة الدول العربية. تطرقنا نحن والمملكة بالجمعية اللي حصلت بالقاهرة بأنه نقول أنه في عنا غياب عربي كان شوي ملاحظ بالجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبهالجمعية يتم التطرق للميزانية العامة لمدة سنتين عالميا بكل شيء اسمه بيئة. بتتحضر الميزانية لكل القضايا البيئية من هلأ لسنة 2021، فحبينا نعمل جلسة استثنائية نتحاور فيها نحن معالي وزراء العرب للبيئة، نقرر فيها شو هي الأشياء المهمة بالنسبة للإقليم عنا لمنطقتنا، ونشوف كيف فينا نخلي دور وزراءنا العرب فعال وملحوظ بالجمعية العمومية تبعنا. فراح نتطرق أول شيء بهالجمعية العمومية بتتم مناقشة الأجندة العالمية البيئية، فبدنا أنه يكون الوجود العربي فعال، نقدر نحط القضايا المهمة بالنسبة لنا على الطاولة. طبعا في أمور النفايات الصلبة هي شيء مهم جدا بالنسبة لنا، أمور النزوح تبع المهجرين كيف تأثيره على البيئة بالنسبة لنا. طبعا ما بنخفي أنه نحن منطقة داخلها حروب وداخلها تهجير، فالبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ما لا يغفل عن هذا الموضوع، وبدنا نجرب نلاقي طريقة إنه نساعد فإذا إن شاء الله قدرنا نطلع بقرارات اليوم من هالجمعية الاستثنائية نطرحها على الجمعية العمومية ويتم التوافق عليها عالميا كيف بدنا ندير هذا الفايل. نعم، شكرا لك، صباحك سعيد. شكرا لك. طبعا مشاهدينا، مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من منطقة البحر الميت، كنا معكم في تغطية مباشرة للدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب والمسؤولين عن الشؤون البيئية، واللي بتم استضافتها في المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة البحر الميت على مدار يومين بمشاركة 18 دولة عربية على المستوى الوزاري لمناقشة أهم القضايا والملفات البيئية. والآن مشاهدين راح نرجع لاستديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات. صباحكم سعيد.